تكون وقوفات بيها او موتور معين. هذا الموتور بصوره عامه او جنريتر يدز لك مسج وفق تطبيق معين يعطيك الفولت وين مكان الارر. واضح؟ فهذا علم التخاطب بين المشينز. علم التخاطب بين المشينز يدخل بانترنت الاشياء يسموه اي اوف تي. احنا اللي همنا موضوعنا ومحاضراتنا يا طلاب انه نجي على الجزء جزء ونتفحصه ونشوف شلون يخدمنا ويفيدنا. فالمايكرو بروسيسور بصوره عامه هو معالج يستخدم لنقل وتحليل وحل البيانات، يتعامل مع البيانات، اي مشكله علميا نحولها رياضيا ممكن للبروسيسور ان يخزن ومسؤول عن نقل وارسال البيانات خلال المنظومه الالكترونيه مالتنا. فسمي مايكرو لانه جدا صغير الحجم، اصغر من الميني. فالمايكرو اللي هو 10 اس ناقص 6 فهل يسموه مايكرو لانه يكون صغير الحجم. راح ناخذ بالمحاضره تطور الاجيال للمايكرو بروسيسورات. المايكرو بروسيسور هو جزء رئيسي من منظومه اكبر اللي هي المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر هو جهاز متكامل بمدخلات على شكل ديتا وشاشه، ويعني نشوف بها السير الاشاره دخولها خروجها، واوتبوت ممكن نستخرج هاي الديتا، وهكذا اشاره انالوج او ديجيتال، ممكن نقيس درجه حراره، ممكن رطوبه، ممكن فولتيه معينه تحكم، وهكذا حسب الشيء اللي احنا نريده. ف الصفحه الثانيه من محاضرتنا طلاب اللي هو الايفولوشن اوف ذا مايكرو بروسيسور، هذا شرح توضيحي على نشاه المايكرو بروسيسورات. طبعا المايكرو بروسيسور هو اساس اي حاسوب، حتى الموبايل اللي تستخدمه انت اساسه هو المايكرو بروسيسور مالته. شايفيه بالاجهزه يكون على شكل مربع وبالعديد من الاطراف الاسنان مالته. وهذا هو نعم هو المسؤول. تشوف مرات موبايلك او جهازك تصير به حماوه كلش عاليه، يعني بسيطه، وبعدين يعني ترتفع درجه الحراره وقد يتلف، فهو نتيجه ديتا مالته والعمل مالته والشغل وارسال واستلام بيانات. هذا اللي راح يصير، تشوفه مرات يحمى. طبعا اكو بروسيسورات صناعيه في شركات وبالمضخات، هذا يحتاج لنظام تهويه خاص به يوصل حتى الماء من ضخامه العمل والخوف عليه من التلف، فنظام تبريد مركزي خاص به. بالمحاضره شباب عندنا اجيال للمايكرو بروسيسور. الاجيال اللي نقصد به هي الفتره الزمنيه اللي انتج به الشركات اللي انتجت به المايكرو بروسيسور وشنو امكانياته. يعني شركه انتل الامريكيه انتجت اول واحد اللي هو كان 4004 سنه 1971. هذا الوقت سنه 1970 بدات النشاه مالته. فاكيد الاجيال اللي بعد نسميه الجيل الثاني والجيل الثالث، شلون هسه اجيال الاتصالات؟ هسه احنا وصلنا للجيل السادس. ما لنا علاقه يعني الظرف اللي احنا به، ظرف البلد اللي هو مدى يواكب الثوره العالميه بالاتصالات نتيجه للظروف الموجوده يعني او البنى التحتيه، بس هو لازم يعني الاتصالات هي تتحدث. ف حاليا جيل ثالث 3G، لكن العالم وصل 5G، والان دي يطورون ودي يشتغلون، يعني بعد 5 سنين او 4 سنوات ينزل الجيل السادس. والجيل يقصد به مدى التطور والسرعه بنقل البيانات. بالاتصالات بخدمه الموبايل او الاتصالات او التليفون، كان الجيل الاول اللي هو ابسط انواع الجيل، خلينا نشبهه بالتليفون اللي هو فقط صوتي ما تقدر تنقل. الجيل الثاني قمنا نقدر ننقل مسج، ممكن تدز لك صوره،
الجيل الثالث صار الطفرة، صار فيديو ممكن فيديو وسرعته فرق عن الجيل الثاني وهكذا، الجيل الرابع طفرة، والجيل الخامس مثل ما يقول لك حدث بلا حرج من حيث نقل البيانات، من حيث سرعة البينج اللي هو اللاتنسي يسموه، يعني اللي هو سرعة، احنا اللي يهمنا يعني سرعة وتحسين وجودة الاتصال. نرجع شباب المحاضرة، قلنا سنة 71 شركة انتل سوت اول واحد، ونظام البروسيسر يعني 8 بيتس، كان يعني 8 بتات يقدر يرسل ويتعامل بآن واحد، وهذا كان بسيط يعني، وين هسه احنا نقدر 64 بيتس وهكذا، او وقت 32 بيتس المايكرو بروسيسر يعني حسب السرعه مالته، فكان بسيط. و الجيل الثاني، الجيل الثاني من الـ من من طبعا انواع شركات، الجيل الاول شركات من سنه 71 ل 73، وتقنيات المستخدمه بها حسب نوع الترانزستور او حسب الكومبوننت اللي موجوده، فشافوها انه سرعتها كلفتها قليله لكن سرعتها بطيئه جدا، سرعتها كانت بطيئه، يعني الايت بت اكيد التعامل ويا نقل البيانات ارسالها يعني يكون بطيء، فشنو اللي صار؟ فشافوه ما يشتغل not compatible نسميه with TTL. TTL هي الأنظمة الإلكترونية اللي transistor to transistor logic، اللي أساس عمل تصميم الترانزستورات الديزاين ماله، عندنا TTL وعندنا CMOS فحسب الاستخدام اللي موجود، عندنا زايلوج بعدين صار بالشركة انتل 885 والزايلوج Z80 ايضا طورت وبدأت تشتغل عليه، بال 78 ايضا صارت تطورات وهكذا. طلاب لهنا أنا واضح، اريد اسمع صوتكم. واضح دكتور، واضح يعني واضح دكتور، جدا واضح. اي مجرد حكينا على الجيل الاول اللي هو اساس فكره المايكرو بروسيسور وشون نشأ، أنتوا الطلاب أخذتوا بصف أول مبادئ اللوجيك، ديجيتال لوجيك وياي؟ عندك طريقة جيد. المادة مالتنا حتى نقدر نتواصل ونمشي بيها لازم يكون الطالب عنده أوليات أو باك جراوند على اللوجيك، لازم يعرف شنو الباينري، لأن تعاملنا كله راح يصير بالباينري سيستمز، راح لازم يعرف الطالب شنو البوابات الرقمية، حتى من خلال هاي البوابات الرقمية نقدر نسوي دوائر كنترول. فأكيد أخذنا الأند جيت والأور جيت والإكسكلوزيف وتطبيقاتهم وهكذا نقدر نستمر نقدر نستمر ونشوف تطبيقات المايكرو بروسيسور والبي ال سي لاحقا. بالجيل الثاني إذن بحاجة إلى 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 سرعة أعلى لنقل البيانات، فالشركات سعت، وهي قسم من الشركات سعت إنه تطور من إنتاجها حتى يكون أكثر مقبولية للشركات، المصانع الأخرى، للمستهلكين. فجت الموتوريلا أيضا الأمريكي، الإنتل، الزايلوج وهكذا، فأنتجت جيل متطور أكثر بداية الثمانينات. و خلنا نقول مو بداية الثمانينات، جيل الثاني قبل بداية الثمانينات، يعني نهاية السبعينات صار هذا الجيل. الجيل الثالث طلابنا شافوا الجيل الثاني ما يخدمهم، العلم ده يتطور
الكومبوننت، الاجهزه، السرعه تحتاج، التطبيقات كثيره. فلازم نطور من البروسيسورات مالتنا، لازم نخليها تتحمل ونقل بيانات اسرع وسعه اكثر. فسوينا راح الجيل الثالث اللي هو بدايه الثمانينات. هذا النمبر اوف بيت صار 16 بت. اذا طفره هاي 16 على 8 بت اسرع اللي موجود بي. ظهر لنا نوعيه من البروسيسور او المايكرو بروسيسور اسمها 8085. هاي النوعيه ركزوا لي عليها طلاب، نسميها ال 8085، هي اللي راح ندرسها لاحقا بالتفصيل وكيفيه استخدامها ونقل البيانات وكيفيه البرمجه والبرمجه مالتها اللي هي الاسيمبلي لانجويج اللي راح نستخدمها. وكذلك ظهر بعدها ال 8086، مجرد يعني تطوير بالالجوريثم بالبرمجه مالته. وهكذا الشركات وصار يتعامل مع السيموس، وممكن يتعامل مع التي تي ار، وممكن نطبقه اكثر. يوجد تيبل 1 طلاب، تيبل 1-1 بالصفحه الخامسه. هذا التيبل هو كل جهاز شركة معينة يقرأنا إيش قد الرام والروم والإيبروم، قد الرام والروم والإيبروم. طبعا سامعين أنتوا بالرام روم إيبروم، بس ما تعرفون شنو يعني وشلون تتكون وشلون تصمم وشلون مبدأ عملها، مو تمام؟ ناخذها ايضا بالتفصيل لاحقا، شلون الرام ودورها وشنو الروم وليش هاي ذاكره وصول عشوائي وهاي ليش تخزن ديتا وهكذا. يعني فنظره فاحصه انه لبعض الديفايسز، بعض الاجهزه اللي موجوده عندنا 8051 8050 8049 8048 8041 وهكذا، ايش قد قيمه الروم او الايبروم وايش قد الرام مالك وهكذا. تيبل 1-2 ايضا، بس هنا أنا يحكي لك شنو التكنولوجي بي وايش قد قيمه الكلوك، يعني ايش قد الفريكونسي التردد اللي يشتغل عليه، اللي وايش قد الشيب ميموري بايت وهكذا حسب الموجود. دكتور ذا نحفظها؟ اطلعوا عليهم حاليا، وانا من اقول مصطلح اطلعوا عليه يعني اريدك تفهمه، بس مو حفظ، يعني انت ما مطالب انه تحفظه او هذا نفسه يجيك بالامتحان، ماشي؟ هذا من اقول تطلعوا عليه، انت اذا ما تفهمه ما راح تجاوب وتفهم اللي راح يجيك مستقبلا. يعني مو معناه انه هذا للاطلاع معناه انه ما افهمه ما اشوفه، لا، انت الماده اريدك تفهمها وشويه شويه نمشي بيها، لانه راح تبدي تصعب، وكل محاضره هي متصله بالمحاضره اللي بعدها. فلازم يكون يعني اطلاعك بصوره عامه ايش قد الرام مالتها، ايش قد الروم مالتها، بس اكيد مو للحفظ، واضح الصوره. تيبل 1 2 ايضا، الامبيدد سيستم، قلنا الامبيدد سيستم طلاب هي الانظمه اللي هو 1-3. مفهوم الامبيدد سيستم هاي الأنظمة اللي هي تكون خفية، تدخل مجموعة أجهزة تصمم أو البروسيسورات تصمم لك فد كيت معين أو بورد إلكتروني معين حتى ينجز لنا مهام وسيطرة على أنظمة أو أجهزة أخرى. فتدخل من ضمن الأنظمة
المدمجة. طبعا قبل ما نبدي بالأنظمة المدمجة بالأجيال، قلنا الجيل الأول حكينا عنه، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع اللي هو بدأ بالثمانينات، هذا أطور من الجيل الثالث. الجيل الثالث كان 16 بت يشتغل عليه، هذا ضعفه. طبعا هنا نظام البتات هو نظام متضاعف. يعني شنو يعني نظام متضاعف؟ يعني إذا بدينا 8 بت 16 32 وهكذا 64 128 256 512، بعدين ورا ال 512 ضعفه شنو؟ يعني المضاعفات. ورا ال 512 يجي ال 1024 بت. شنو هذا ال 1024 بت؟ هو الواحد كيلو. انتبه علي يا طلاب، هنا بالديجيتال الكترونكس عندنا الواحد كيلو ايش قد يقابل؟ من يجاوبني؟ طلاب الواحد كيلو سؤال لكم ايش قد يقابل؟ قابل 1024، يقابل 1024 بت، يعني مو 1000. اذا هنا اختلف الواحد كيلو بالوزن بغير شيء بالطول مو يقابل 1000 فت، لكن بالديجيتال قد يقابل الواحد كيلو؟ 1024. 1024 بت. 2 كيلو ايش قد يصير؟ 2048 بت. فهاي اساسيات الكيلو الواحد 1024، وهكذا نبدي نصعد وهكذا تطور الاجيال دي يصير بها. مثل ما قلنا انه الفائده من البروسيسورات والمايكرو بروسيسور واستخداماته وكذا، حتى يدخل جزء من ضمن منظومه المايكرو كنترولر اللي هو المنظومه الاضخم والاكبر واللي تطبيقاتها وفوائدها تكون اشمل. الكمبيوتر او اللابتوب العادي هو منظومه مايكرو كنترولر، يحتوي بداخله العقل مالته يوجد مايكرو بروسيسور، لكن مايكرو بروسيسور وحده مو كافي، لازم وحدات ادخال. سؤال طلاب، بالكمبيوتر او حتى بالموبايل تريد نسوي ادخال بيانات، شنو الجهاز اللي يدخل لنا البيانات بالكمبيوتر؟ شو اسمه؟ شلون اقدر ادخل البيانات؟ عن طريق فلاش او ممكن عن طريق ادخلها حسب نوع البيانات. حسب إيه شلون ادخلها؟ يعني انا اريد اكتب كود برنامج فيدخل عن طريق الكيبورد. الكيبورد او الكيبورد يسموها وحده الادخال. هو عن طريقها يتم ادخال البيانات. زين، اذا الكيبورد وحده ادخال، الاخراج بالحاسبه يا جزء هو وحده اخراج البيانات. السكرين المونيتور الاطلاع عليه، الشاشه المونيتور، السكرين، الصوت. تمام عاش تديكم. اذا السكرين، الشاشه انا استخدمها، المونيتور اللي هي يعني او يسموها المونيتور، اشوف الرسوم، اطلع على البيانات اللي موجوده واستخدامها. انا عندي موتور، زين هذا الموتور اريد اشغله واتحكم به بزمن، اريده بثواني يوقف، اريده يغير اتجاهه، استخدم سيرفو موتور، اريد اوقفه، اريده يستمر. زين عندي حزام ناقل، اريد انقل معمل وبيه حزام ناقل وموتور، هذا غير لازم انا اسيطر عليه، يعني مو يشتغل 24 ساعه، زين صار عطل غير يوقف غير كذا. هاي كلها الكنترول والصير، كلها انظمه ومايكرو كنترولات تسيطر لك على العمليه. تيبل 1-3 المانفاكتشر موديل، الموديل مال الشركه او المصنع اللي صنع او المعمل، وهكذا انواع. حط لك الناشونال
والموتوريلا والروكويل والفيليبس والزايلوك وهكذا مايكروتشيب وغيرها. عدد البنات نقصد به عدد البنات نقصد به عدد الأطراف، عدد الأطراف اللي يدخل لها واللي ممكن يعني يشتغل بها. 28 input 24 output. تشوفوا هنا شلون إلى قابلية قد يستقبل وقد يستخرج، وراح نجي بالتفصيل أيضا على المايكرو بروسيسور ونشوف البنز دايجرام مالته وش قد الإدخال وش قد الإخراج اللي بيصير عنده. الابليكيشن اوف امبيدد مايكرو كنترولرز 1.4. التطبيقات اللي ممكن حكينا احنا قلنا عندك مثلا طلاب مثلا عندك احنا كقسم قدره كهربائيه، فخلي تطبيقاتنا على فيما يخص الباور اللي موجود. فقلنا اذا عندك موتور معين وهذا الموتور به حزام ناقل مثلا مسيطر على حزام ناقل، والحزام الناقل اللي اقصده انه شلون سكه او شريط يمشي وعليه الماده المصنعه مثلا صناديق كراتين البضائع، فالطريق اللي يختارهن تريد هذا الحزام الناقل يوقف تريده ينحرف على اليمين مثلا او على اليسار، هاي كلها عباره عن ممكن كودات برمجيه نبرمج بيها المايكرو كنترولر او المستخدم اللي له نوعيه مثلا المسيطر عليه بي ال سي مثلا. فهاي كلها يتم عمليه السيطره والبرمجه ويطبقها كعملي نشوف انه يسيطر لك على الحركه مالك. او عندك مثال ثاني، مثال ثاني عندك مثلا معمل يخلط بأكثر من خلاط وبأكثر من مداخل، فمثلا يخلط مواد كيميائية أو مواد صبغ معين صبغية، فهذا يحتاج أكثر من مدخل وسوائل مختلفة مثلا من ماء نوعية الصبغ مخففات وهكذا. فهاي الخلطة حتى تصير نظامية وكذا، يعني ما يظل الإنسان والبشر هو اللي سيطر دائما وكل شيء بيده ويخبط بيده، لا احنا العلم هو اجى حتى يخدم البشرية وحتى ينطي جودة وينطي سرعة بالعمل. فهاي شلون تتم عملية السيطرة المتكاملة من لحظة الإدخال من عندك، يعني خلينا نقول مدخل الحنفية شلون تفتح وشلون يقطع وشلون يتعامل وشلون يخرج لك الريزلت، يخرج لك الاوتبوت مالتك وشلون تفحصه، المهم منظومه كامله. هاي كلها تتم عن طريق برمجه هاي المنظومه وهي تقوم بالعمل اوتوماتيك باي ديفولت. من ضمن الأمثلة على الإمبيدد سيستم البرينتر، الطابعات. الآن الطابعات هي من تطيها إعاز وتطبع الورق 2 دايمنشن، هاي طابعات 2 دايمنشن تطبع الورق. هاي عمل يعني الإمبيدد سيستم إنه تحتوي بداخلها على مايكرو بروسيسور ويسيطر لك وهكذا. شلون تتم العملية؟ عندنا طابعات 3D، سامعين بيها طلاب طابعات 3D برينتر؟ فسري جواب وشن هي؟ هسا احشوا شباب مشاركة يعني. اي دكتور موجودة تطبع اشياء 3D. مثل ايش يعني تطبع اشياء 3D؟ مجسمات نعم نعم. هاي دكتور تستخدم ثلاث محاور، ثلاث محاور تمام ثلاث تبعات اكس واي، الاكس والواي والزد من هاي المحاور الثلاث. اشياء مجسمه بسيطه يعني، ايضا قامت تنتجها هاي الانظمه المدمجه
وتسيطر عليها وتنتج لنا يعني نماذج معينة يعني. بس مو كل شيء تنتج، مو صحيح يعني. يعني احنا بيش يهمك 3D برينتر؟ من يجاوبني يعني شنو المواد اللي ممكن تفيدنا بال 3D برينتر؟ يعني تصنع بشر، طابعة تصنع بشر؟ مستحيل. اي وانما ما تصنع بشر صحيح، يعني هاي قدرة فوق قدرة البشر، هذه قدرة الخالق. لكن شو تصنع له؟ تصنع لك كومبوننت، مواد بسيطة، قوالب، عدد. هذا اللي قصدي، سواء بلاستيك او حديد او كذا، عدد بسيطة يعني خلينا نقول مسامير، براغي، بعدين نبدي نصعد القوالب مال الموتورز البسيطة، الكفرات وهكذا. فأنت من تصنع القوالب والعدد ايش بقى بعد يعني تقدر تستفاد منها، انت تقدر تربط، تقدر تسوي، تقدر تتعامل وياه. السي دي روم الدرايفر اللي موجود ايضا من ضمن الامبيدد. التوستر، سامعين كلمة توستر؟ من سامع بكلمة توستر؟ لا، كلمة توستر. التوستر التوستر هو اللي يحمي التوست. ايه بما انه ما سامعين بالتوستر فاكيد ما سامعين بالتوست. التوستر هو جزء من الادوات اللي تصير بالمطبخ، اللي هو الجهاز حراري يحمي قطع الخبز اللي تصير بداخله. اسمه مايكرو عندنا. لا هو مو مايكرويف، ذاك مايكرويف تخلي بيه تخلي الداخله وتشغل فيبث اشعه مايكرويه فيحمل جزء. التوستر اكو قطع مربعه من الخبز، قطع مربعه. هاي القطع المربعه شايفيها يعني موجوده اكثريتها، طريقه انه تحميها شلون؟ هذه القطع المربعه تخليها كلها داخل هذا التوستر، وهو مثل الهيتر بداخله فيحميها. وهذا اللي يسموه توستر، اي يحمي التوست. والتوست هو قطعه الخبز المربعه. نجي على وهكذا يعني. شباب لهنا أنا أخذنا مدخل على أجيال المايكرو كنترولر وعلى كيفية التعامل بين الأجيال. وقلنا إنه فد مراجعة سريعة إنه الجيل الأول اللي ظهر سنة 71 اللي سوته شركة إنتل كان نظامه 8 بت، وكان سرعة بطيئة وملأ بالطموح. وإجا الجيل الثاني أسرع من عنده، أيضا 8 بت بمواصفات أحسن وشركات أكثر تعاملت وياه. وإجا الجيل الثالث نهاية السبعينات، بدأ إلى بداية الثمانينات اللي هو انتجنا 16 بت اللي هو كان 8085 وغيرها. والجيل الرابع اللي هو أسرع اللي هو من 80 لل 85 نهاية الثمانينات اللي هو 32 بت، وحالياً إحنا عندنا 64 بت وهكذا. ودائماً العالم يتجه للسرعة. وحكينا على جزء من تطبيقات السيستم مالنا، وين يستخدم المايكرو بروسيسور وشلون نستفاد منه وشلون يصير وهكذا. الآن طلاب فد أسئلة عابرة راح أسألكم يعني. ال
يا هو اللي اكبر المايكرو بروسيسور لو المايكرو كنترولر؟ شنو الفرق بيناتهم؟ كنترولر اكبر دكتور. مايكرو كنترولر يعني يضم مجموعه من المايكرو بروسيسورات، منظومه متكامله قد يحتوي على مايكرو بروسيسور واحد او اكثر، لكنه به وحدات ادخال وحدات اخراج. المايكرو بروسيسور هو 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 هو, هو تجيه البيانات ويتعامل وياها. عندك مثلا بيانات جمع ضرب، او عندك برنامج معين بديلي، برنامج اي برنامج يجمع الفرق، فايهما اكبر؟ فشلون يتم التعامل مع هذا البرنامج وشلون يتم السيطره عليه؟ احنا انطيناكم اساينمنت طلاب اللي هو الهومورك، وهذا بوقت، وقسم من الطلاب قدروا يجاوبون بالوقت وقسم ما جاوبوا، فمن يعبر الوقت طلاب بعد يعني انت 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 ماخذ تكون ماخذ يعني الدرجه مال هذا الهومورك راحت عليه، تروح على اللي بعده. ماشي طلاب؟ تمام دكتور. تمام دكتور، بس شو قلت المصادر والكتب قلت عليها؟ راح انزلها بنهايه المحاضره بالكلاس روم. ماشي، راح تلقاها موجوده بالكلاس روم. تمام دكتور. ماشي، وحتى الكتاب الشباب، الكتب اللي اعطيكم اياها، انت مو كل الكتاب تقرا ولا تفكر كل الكتاب ايش بيه تطبعه وتسحبه، لا، هو الكتاب يوسع مداركك ويعطيك افكار وتمارين ومهام اكثر، لكن شنو مثلا فصل معين اللي احنا نختص به، هذا مثلا اقدر اقرا اركز به، ويجوز الفصل اللي بعده ما نحتاجه. يعني المحاضره هي مو متسلسله 100% تسلسل الكتاب، فانت اخذ شنو اللي يحتاجه، العفو اللي تحتاجه من الكتاب. وكتب ما شاء الله ومصادر كثيره، يعني انت بس اكتب ديجيتال مايكرو كنترولر اند مايكرو بروسيسور راح تجيك الكثير وبالغاز يجي. طلاب